مؤتمر طلابي للتنمية الديمقراطية بصنعاء ومعهد ذهبان يدشر يوما مفتوحا للمخترعين. تدشين برنامج تنمية الوعي المجتمعي بمخرجات الحوار في إقليم سبا. أهلا بكم. انطلقت اليوم في العاصمة صنعاء أعمال المؤتمر الأول للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بمشاركة فاعلة من مختلف المكونات الحقوقية والطلابية. المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية العمل الحقوقي والإنساني، وكذا تعزيز مفهوم التنمية الديمقراطية والحكم الرشيد وأثره في تنمية المجتمعات. ويستهدف المؤتمر بمختلف أنشطته طلاب الجامعة باعتبارهم الشريحة الهامة والمؤثرة في أوساط المجتمع. أهداف المؤتمر هو يعني السعي إلى وجود دولة مدنية من خلال هذه الأنشطة التي أنشطة توعوية وحقوقية بهذا المجال. نحن نهدف كذلك من خلال المؤتمر أن توجد هنالك ثقافة قانونية وحقوقية لدى شريحة من الطلاب والقيادات الشابة ورؤساء منظمات المجتمع المدني وأكاديميين ورؤساء الأقسام التربوية حتى يستطيعوا أن ينقلوها إلى المجتمع كونهم صناع القرار. تحت شعار الجودة في التدريب سبيلنا إلى التميز، أقام اليوم المعهد التقني بذهبان فعالية اليوم المفتوح لعرض المشاريع الإبداعية لخريجي المعهد، ورافقت الفعالية حلقة نقاشية تناولت أهمية تطبيق نظام الجودة في المعاهد المهنية والتقنية. وفي الختام افتتحت إدارة المعهد وعدد من ممثلي القطاع الخاص معرض الاختراعات والإبداعات الطلابية المنتجة من قبل خريجي المعهد. طبعا اليوم المفتوح هذا رقم 2 بالتوالي، السنة الأولى تم نفس هذا الوقت وهذه السنة نفس الآن. الآن نعرض مشاريع تخرج الطلاب الذين تخرجوا هذا العام في أفكار جديدة وابتكارات للكهرباء وإضافة إلى قسم السيارات والتحكم الصناعي. نحن أخذنا المعايير البريطانية الخمسة المعمول بها في مكتب فوستيد اللي يقوم بالإشراف على كليات التعليم الفني والتدريب المهني في بريطانيا، نقلناها إلى معهد الحوبان ومن ثم معهد الحوبان يتم تطبيقها، وفي حالة صلاحيته يتم تعميمها إلى 13 معهد. النظام هذا تقريبا بدأنا بفيبو من 13 من ثندو 4 سنوات في 2009 بصورة تدريجية. بدأنا تقريبا في معهدين ثم 3 معاهد ثم 9 معاهد، وصلنا حاليا ل 13 معهد موزعة في 7 محافظات تقوم بتطبيق الجودة بصورة تدريجية. لدينا الكثير الآن من المخرجات والأثر واضح، سواء فيما يتعلق في المدرسين، فيما يتعلق في الطلاب، فيما يتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية. دشنت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بمأرب اليوم برنامج إشراك أعضاء مؤتمر الحوار والناشطين الشباب في تنمية الوعي المجتمعي بمخرجات الحوار في إقليم سبا. ويهدف البرنامج الذي يستمر لثلاثة أيام إلى تطوير مهارات المشاركين في مجال التوعية بمخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى الخروج بمصفوفة أنشطة تساهم في تنمية الوعي المجتمعي وتدعم مخرجات الحوار الوطني. دشنت المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع ورشة تدريبية صباح اليوم بمحافظة إب حول تعزيز التعايش ونبذ العنف. الورشة التدريبية التي أقيمت بالتنسيق مع منظمة شباب النهضة تستهدف القيادات المجتمعية وموجهي الرأي العام، وذلك بغرض مناصرة حملة التوقيع على وثيقة تعزيز التعايش ونبذ العنف التي تنفذها المنظمة.
أقام المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ورشة عمل حول آليات وخيارات تطوير موازنة الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. وطرح المشاركون في الورشة عددا من الخيارات لتطوير الموازنة، منها الترشيد الحكومي وإصلاح الضمان الاجتماعي وتفعيل آلية تحصيل الزكاة ورفع كفاءات أداء المؤسسات الحكومية. إصلاح المالي العام وإصلاح هذه الاختلالات أولا يحتاج إلى إصلاح البنية التحتية للبلد بما في ذلك القضاء والدولة تفرض ضريبتها وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ثم بعد ذلك يعني تأتي إصلاح الاختلالات الموازنة العامة وهي عملية مترابطة متشابكة. شهدت مدينة سيئون اليوم فعاليات ملتقى المهندسين الأول الذي تنظمه مؤسسة الوسط للتنمية بحضرموت، وحظي الملتقى بمشاركة واسعة من المهندسين والدارسين والخريجين من كليات الهندسة، حيث قدم المهندس حسام خميس غيثان ورقة عمل بعنوان دور المهندس في إحداث التنمية، فيما قدم المهندس مازن إبراهيم المساواة ورقة بعنوان أسس ومنطلقات المهندس الناجح. دعا وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله أحمد الباكري إلى حشد المزيد من الدعم الشعبي لمخرجات الحوار الوطنية. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول الفيدرالية وتوزيع الموارد المالية في نظام الأقاليم. أدى العشرات من أقرباء الرائد عبد الرحمن صلاح نائب مدير أمن حريب والمختطف منذ شهرين أدوا صلاة الجمعة أمام مبنى محافظة مأرب، ويطالب المعتصمون الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في المحافظة بسرعة تحرير المختطف وانتصار الدولة لهيبتها عبر حماية منتسبيها. ولا يزال الرائد عبد الرحمن صلاح نائب مدير أمن حريب مختطفا منذ أكثر من شهرين في مكان مجهول بمأرب بحسب الشقيقة الذي قال إن السلطات لم تقم بواجبها. تمت اليوم عملية تحكيم قبلية بين أبناء قبيلة بني عجلان ببني يوسف بالحيمة الداخلية وأبناء قبيلة بني مطر على خلفية مقتل الشاب إبراهيم عايض عجلان في قطاع قبلي قبل نحو شهرين، حيث تم إغلاق القضية والعفو عن القاتل. الحاضرون مهجم التحكيم دانوا أعمال التقطع القبلية وما ينتج عنها من أعمال قتل وفوضى تتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والقبيلة اليمنية، داعين إلى نبذ هذه الظاهرة التي تعود نتائجها سلبا على أمن الوطن واستقراره. بني مطر احنا وياهم اخوه وجيران واقارب ولا نشتي بيننا وبينهم الا كل خير، وهذه حادثه قد حصلت وفي نفس الوقت يعني من عفا واصلح فاجره على الله. اليوم هو مجيء يسمى في عرف القبائل المهجم، والمهجم هو مجيء من الناس المتهمون بالقتل إلى أولياء الدم طالبين منهم أن يقبلوا التحكيم، وربما وثقتوا وثيقة التحكيم كاملة الذي كان فيها اعترافا بالقتل وفيها اعترافا بتاريخ القتل وبوقت القتل وبالأشخاص المتهمون بالقتل ومسلمين أنفسهم لأولياء الدم ليقول أولياء الدم كلمتهم الفاصلة في هذا الأمر. تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة أمس من إخماد حريق هائل شب في محلات الجملة في السوق المركزي بشارع 60، ونتج عنه إصابة شخصين بإصابات طفيفة. وقال أصحاب المحلات التجارية إن أسباب الحريق ناتجة عن ماس كهربائي وقع في أحد محلات بيع الجملة المخصصة للألعاب النارية في السوق المركزي وسط مذبح. وقالوا إن أضرار الحريق اقتصرت على 5 محال تجارية للبيع بالجملة الواقعة في أحد أطراف السوق المركزية والتي تضررت بشكل كبير. شكى مواطنو منطقة جول مدرم بمديرية المسيمير بلحج من تدهور مشروع مياه المنطقة والتوقف عن ضخ المياه إلى منازلهم. المواطنون طالبوا السلطة المحلية ومدير مديرية المسيمير بسرعة إصلاح مشروع المياه واستبدال الشبكة القديمة بأخرى حديثة.
نفذ أهالي وادي بن علي بمديرية شبام حضرموت وقفة احتجاجية للمطالبة بإلزام شركة توتال الفرنسية المشغل لقطاع 10 بصرف حقوق منطقة امتياز من عمالة وتدريب وتأهيل للشباب ومن مشاريع تنموية، كما طالبوا بالتعويض العادل عن سنوات عملها السابقة التي تجاهلت فيها تماما حقوق أهالي المنطقة حد قولهم، بالإضافة إلى إلزامها بتبني نفقات مرضى الأورام السرطانية في المنطقة. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العنسي ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة ذمار مجاهد شايف العنسي عددا من المشاريع التي جرى استكمال العمل فيها بهيئة مستشفى ذمار العام، كما تم وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بتكلفة بلغت نحو 600 مليون ريال. إلى ذلك التقى وزير الصحة ومعه الأمين العام ووكيل المحافظة قيادات وأعضاء هيئة المستشفى، وناقش معهم سبيل تطوير الأداء الصحي بالمستشفى. دشنت جمعية ومركز شباب المحلة بمحافظة لحج مخيما صيفيا لطلاب المرحلة الأساسية، وسيتلقى الطلاب على مدى أسبوعين مهارات عدة منها تعليم الحاسوب واللغة الإنجليزية، كما سيتم تدريب طالبات المرحلة الثانوية على مهارات الخياطة والتطريز والتمريض المنزلي. في الحيز التالي نتابع مجموعة من الأخبار السريعة. بدأت أمس بمحافظة ريما ورشة عمل لتعميم وتسويق الخطة الخمسية 2014 و18 الخاصة بالمحافظة، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والحكومية والجهات المعنية بالمحافظة بمضامين ومعطيات الخطة الخمسية التي تضمنت مجالات التطوير والتنمية اجتماعيا وخدميا واقتصاديا. كرم نادي الصلو الثقافي اليوم بالعاصمة صنعاء الطلاب الأوائل من خريجي الجامعات اليمنية والعربية من أبناء المديرية، وأشاد نائب وزير الإعلام الأستاذ فؤاد الحميري في كلمة له في حفل التكريم بالطلاب الخريجين من أبناء الصلو. جرى اليوم بكلية الدراسات العليا بجامعة صنعاء المناقشة العلنية لرسالة الماجستير المقدمة من الطالب حسين علي صالح عامر عن رسالته الموسومة بعلاقة يهود اليمن بالتلفزيون المحلي والدولي. بتمويل من فاعل خير قطري افتتحت مؤسسة الرفقاء التنموية الخيرية وقطر الخيرية مجمع نور الإحسان الخيري بمنطقة قرمان أمانة العاصمة صنعاء، ويتكون المجمع من مسجد للرجال ومصلى للنساء وسكن القائمين على المجمع ومركز لتحفيظ القرآن الكريم ومرافق مختلفة. انتخبت الجمعية العمومية لجمعية العبوس الاجتماعية الخيرية هيئة إدارية جديدة، وألقى الأمين العام للجمعية الدكتور منصور علي محمد تقريرا أوجز فيه أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية. انتخبت الجمعية العمومية لجمعية الفاروق الاجتماعية الخيرية بملاح بمحافظة البيضاء مختار أحمد الأقطم رئيسا للهيئة الإدارية الجديدة للجمعية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية للجمعية وعدد من المشايخ والوجهاء. أقامت مؤسسة بناء الاجتماعية الخيرية حفل تخرج 57 حافظا لكتاب الله تعالى من طلاب دار الفلاح لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية بمديرية عبس بمحافظة حجة. متابعة. كانت لحظات مباركة عمتها الفرحة والسرور ساعة دخول كوكبة دفعة مصابيح الهدى إلى ساحة الحفل عند الاحتفاء بتخرجهم ليلة أمس من دار الفلاح لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية
بمديرية حبس محافظة حجة. وكانت القاعة حينها تزخر بحضور رسمي واجتماعي كبير وبمشاركة عدد من الأشقاء ورجال الخير في دول الجوار، تعظيما لكتاب الله وحبا لحفاظه الأطهار. ففي حضوركم تشجيع لحفاظ كتاب الله ومعاذرة لهم ودفع لغيرهم للحاق بربهم المبارك وسيرهم الميمون. وفي الحفل الذي أقامته مؤسسة بناء الخيرية، أكد وكيل محافظة حجة الدكتور إبراهيم الشامي دعم الدولة لدور القرآن الكريم وتشجيعها لحفاظ كتاب الله على سلامة فكر الجيل من الانحراف والتطرف. أتمنى أن تكونوا دعاة بلدة للوطن، دعاة للوسطية والاعتدال، حراسا للعقيدة، أن تكونوا حملة شعار التسامح والإخاء والمحبة. دفعة مصابيح الهدى عبروا عن فرحتهم الغامرة بحفظ كتاب الله وصدروا شكرهم وامتنانهم للقائمين على الدار، ودعوا رجال الخير بالاهتمام بالشباب الذي بات عرضة لاستهداف جماعات التطرف والإرهاب الفكري. لقدرنا نحن مسمومون اليوم بهذه المناسبة الغالية، إلا أننا نتذكر الملايين من شباب الأمة الذين تفرقت بهم السبل وداروا في دهاليز الضياع وسراديب الغفلة، وبعضهم وضع في شرف جماعات متطرفة. ولكل جهد ثمرة تقطف لحظة الحصاد، إذ استمع الحاضرون إلى نماذج متنوعة لتلاوة القرآن ظهر فيها براعة الحفاظ ومستوى إتقانهم وأدائهم للقرآن الكريم. ومما زاد الحفل بهاء حضور أحد نجوم وعلماء وشعراء اليمن الأفذاذ من خلال مشاركة شعرية نالت استحسان الجميع. أرى مهرجانا واحتفالا مباركا فحفوظنا أنواره والمراحل، نهنئ حفاظ الكتاب وإنهم لأعظم من ترقى إليه الأعاظم. حضور رسمي واجتماعي كبير شارك في حفل التكريم، عكس حب أبناء محافظة حجة لتعليم القرآن الكريم والاهتمام بتشجيع حفاظه باعتباره الملاذ الآمن لحفظ الأجيال وبناء مستقبلهم الخالي من التطرف الفكري والانحراف الأخلاقي. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، مديرية عبس محافظة حجة. مشاهدينا، بقي أن نذكر بأبرز العناوين. مؤتمر طلابي للتنمية الديمقراطية بصنعاء ومعهد ذهبان يبشر يوما مفتوحا للمخترعين. تدشين برنامج تنمية الوعي المجتمعي بمخرجات الحوار في إقليم سبا. وفي الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.